طيب الآن معانا أبو عبد الله، حياك الله أبو عبد الله. السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي أحمد الفرحان. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخوي. أول شيء شاكر لك للسماح للمداخلة، وشاكر للقناة طرح هذه القضية، وهذه قضية خطيرة صراحة، وخطورتها تكمن على المجتمع ككل. المشكلة أنها بالمستقبل راح تكون خطورتها أكبر وأكبر إذا ما قدرنا تداركها ونشوف لها بعض الحلول. نعم أبو عبد الله، بالنسبة لقضية الطلاق، يعني ما ادري انت، بس احس من كلامك كانك عشت هذه المشكله. هل انت مطلق؟ اي نعم، انا مطلق، واحد من الناس اللي عانيت هذه المشكله خلال سنوات، وجلست مع كثير من الاخوان وكذا. انا المشكله، انا بتكلم عن نقطه معينه يمكن بعض الاخوان ما اثارها. في نقطه عندنا بالكويت يحطون احيانا الطلاق، يحطونه بيد القاضي، وهذا مو علاج لما نشكو له. الطلاق ينبني عليه انحلال للاسره، انحلال كامل، ويكون الخاسر الاكبر الابناء، وهذه شغله انا قاعد اعاني منها وقاعد اعيشها. دام انك ابو عبد الله صاحب تجربه، انا ودي اسالك عن اسباب الطلاق. يمكن انت مثل ما قلت لك صاحب تجربه، اسباب الطلاق وين تكمن؟ هل في المشاكل الاجتماعيه؟ هل قبل الزواج؟ عدم وجود ثقافه لدى الزوجين؟ والله شوف، عدة أسباب. يعني ممكن أنت تقول في عدم إحساس بالمسؤولية من الزوجين، في ممكن بعض الأزواج ما يعرفون واجباتهم وحقوقهم، كل واحد منهم شنو واجباته وشنو حقوقه. ممكن نتكلم إحنا عن استخدام بعض الأزواج لحلول غير شرعية وغير عقلانية. يعني الشرع ما أمر، الشرع أمرنا بالهجرة، بالهجرة المضاجع، الشرع أمرنا بالضرب الغير مبرح، الشرع كذلك أمرنا بوضع حكم من أهل الزوج والزوجة. في كثير من الناس ما عندهم ثقافة، يعني قبل ما يقبل على الزواج ما عنده ثقافة موجودة حق الأمور هذه. أنا منك أبو عبد الله بس خلال 30 ثانية عشان عندي فاصل، شنو طلبك من الحكومة اليوم؟ إذا إحنا نبي الحكومة تحد من ظاهرة الطلاق، شنو برأيك تطلب منهم؟ والله انا اشوف الحكومه لها طرف في الطلاق. يعني انت كحكومه لما تجي واحد يطلق او مره تزعل الطلاق، يعني لما هي تشوف عندها مغريات كثيره، يعني انا اشوف دورها جلي الحكومه مع الاسف، يمكن بطريقه غير مباشره، بس لما توفر لها راتب شهري وتوفر لها مسكن خاص فيها، لما يجعل المطلقه يعني ما عندها مشكله اذا طلقت. فلذلك يعني انا من خلال قناتكم هذه اناشد الحكومة والمسؤولين انهم يعني يشوفون حل لهذه القضية ويحدون من هذه المخاطر، محاولة تجنبها، لان صراحة يعني انا اتوقع بعد سنوات اذا ما في حلول راح يصير المجتمع يعني في وضع خطير جدا. ابو عبد الله، بس سؤال يمكن اخير، كلمة واحدة منك، اذا ردك الزمن تطلق مرة ثانية ولا ما تطلق؟ لا ما اعتقد، يبي لي دراسة طويلة، لكن اتمنى ان من الازواج كلهم المقبلين على المشاكل، تدخل الاهالي، تدخل الناس العقلانيين، الحكمه، وضع الحلول، تنازل من الزوجين، من الطرفين، لاجل الابناء، وربي يصلح ان شاء الله ويهدي الجميع. انا كنت منك كلمه، لكن دام ان كلامك وافي يا ابو عبد الله، كل الشكر لك على هذه المشاركه، وسعدنا باتصالك.